بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، نبتدأ على بركة الله سبحانه وتعالى الطلاب الثالث الدور الثاني المؤجلين والمكملين. على بركة الله سبحانه وتعالى فتح دورة مجانية مقابل دعائكم لجميع المرضى ودعائكم لمرضانا. واحد. اثنين، سوف تكون الدورة كالآتي نفس ما نشرتها، مجانية وتحتوي على أربع مواد اللي داخلات هاي السنة بالوزاري، مراجعة مركزة. مع المراجعة المركزة هنالك امتحانات موجودة في التليجرام. أوكي، كل مادة ننزلها وراها امتحان، وإن شاء الله الله سبحانه وتعالى يقوينا ونكمل لكم هاي المادة. واللي مرجع من عندكم طلابنا الأعزاء هو نشر المحاضرات للطلاب البقية، لأن تعرفون أكو ناس يعني ما تدري وقاعد تدفع فلوس مقابل هن ذن نفسيتهم. بالإضافة إلى ذلك، بالنسبة للغة الإنجليزية راح يكون كل محاضرة ناخذها أو كل درس في القواعد راح يكون شني هناك بنوعيتين من الأسئلة، أسئلة وزارية محلولة وأسئلة وزارية راح تبقى عليك، اللي أقول لك تبقى عليك حلها، تمام؟ يلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، write an email to a relative describing your best friend. اكتب إيميل إلى أحد أقربائك واصفا صديقك المفضل. لاحظ لهنا، خاف أحد الطلاب يقول أستاذ هاي الإنشاءات تقدر ترشح لنا؟ لا حبيبي، ما رشح أي إنشاء، ما رشح أي مادة أبدا. اوكي، هذا مستقبلك انت، ما اخليك تعيش على الاوهام وعلى الترشيحات، تمام؟ لا تخلي مستقبلك واحد يتلاعب بيه. اقرا خمس انشاءات بسيطات هاي السنه، لا تضيعها من عندك. لاحظ الانشاء الاول اجى بالدور الاول، يا ترى هل يجيني بالدور الثاني؟ اوكي، هل يجيني بالدور الثاني؟ write an email to a relative describing your best friend. اي نعم، يتكرر الاسئله، ماكو مشكله، لا تحذف من يمك. والله اذن اثنين اجين بالدور الاول، واذن اثنين اجين للدور للخارجي، واذن اثنين اجين للطلاب الخارج. لا عش بقى هن سته، يعني كلهن راح تحذفين؟ ما يصير، يتكررن. اي يتكررن. رايت ان ايميل تجين الكلمه انه ديسكرايبنج فريند او ديسكرايب فريند، هذا نحفظها على مود تميز، لان طلاب هواي بالدور الاول ايش قالوا؟ قالوا ما نقدر، ما ميزنا بالانشاءات، ما عرفنا دخنا. فانت هاي الكلمه كل انشاء راح نعطيك الكلمه المفتاح مالته. يلا اولا شلون تبدي؟ from Ali to زيد، لازم تبدي تحيه dear زيد او هاي زيد، ماكو مشكله. تبدي how are you, there is a new guy in our class, he is called Sami. He is really hard working and active. So, he likes art. Listen, هسه راح نجيك على الترجمة. He is really helpful and friendly. He loves meeting new people. He is also very sporty and really good at football. We play together and we win easily. He is very nice looking. He is quite tall. He has long, blonde hair with blue eyes. He is clever and selective and really good fun, and he is really kind too. Tell me your news, Ali. يعني المرسل هو انت، اسمك علي، تريد تغيره ماكو مشكله، حافظ انشاء غير هذا هم ماكو مشكله. في اللغه العربيه من علي الى زيد، عزيزي زيد كيف حالك؟ يوجد فتاه جديد، طبعا هاي موجود قدامكم، شوفها استاذ شلون نحفظ الانشاء مره واحده. راح اتعب هنا بهذا الانشاء والباقيات ما بس اقراهم. تحفظ جمله جمله، اوكي، عندك كم هائل من الكلمات اللغه الانجليزيه تقدر تحفظ باللغه العربيه وتعبر من يمك في اللغه الانجليزيه، ماكو مشكله. حافظ انشاء انت هم ماكو مشكله. يلا نتوكل للموضوع اللي بعده وهو يونت 1، الوحدة الأولى. عندنا وصف الأماكن، يجيني راح ناخذ بس المهم بيه.
there is للمفرد، there are طبعا راح اشرح لان الطلاب باعتبار دارسين مادة. حالة there is للمفرد، there are للجمع. طبعا there is an apple هاي اذا كانت مثبتة. اذا قال لك انفي ينطيك كلمة شني نيجاتيف. انت شو تسوي؟ تضع بعد نود دائما كل حالات النفي بعد الفعل المساعد تضع كلمة نود. هاي هي. زين زين. بحالة السؤال تقدم الفعل المساعد سواء is are was were كلهن ذني will تقدمه بالبداية، تحط علامة استفهام بالنهاية. تمام. حالة الجمع نفس الحالة تشوفها there are apples طبعا تعرف الجمع من هذه من خلال هذا الني، يعني الاسم يكون جمع بالاس او بالشاذ. there are not shops are there لاحظ في حالة السؤال. اما حالة المفرد مرات يسبق الاسم باحدى ادوات التنكير اللي هي اي انه اي. حالة الجمع يسبق بمني ولوتس، لاحظ لهنا أنا. loads load of some و few ذن كلهن ياهن يسبق بيهن حالة الجمع، يعني استخدم there are. اما اذا مسبوق الاسم باي و اي ان فش اقول هنا أنا؟ شو اقول؟ اقول there is اختار اذا كان عندي اختيارات. بالنسبة للاي ان والاي راح نشرحها ان شاء الله بالوحدة مالتهن اللي هي ادوات التنكير شلون نستخدمهم. يلا نفس الحالة عندنا اسئلة وزارية. استاذ شلون تجينا الاسئلة الوزارية عن هذا الموضوع؟ هذه there aren't لو there isn't any shops. لاحظ كلمة any، انا ما اعرف الاسم shops انه جمع، فانا حافظ ذن الدلالات اللي يدلن على الجمع، حطيت لها there aren't. واضح واضح. السؤال الثاني there are some لو ان لو اي trees. طبعا some ليش؟ لان trees جمع تحتاج شني؟ تحتاج some. زين هذا السؤال المهم. there are lots of shops in my town. ask كلمة ask جبت لك متنوعة معناها اسأل. احفظن ذن الكلمات راح يجنك بجميع الوحدات. معناها شني؟ اسأل. يلا شلون اسأل؟ قلت لك بقدم الفعل المساعد بالبداية تجيبه. هاي هي ساد؟ اي هاي هي، لكن تراعي للحرف الاول من عنده سوي ليها كابتل مهم، اي علي درجة، وبالاخير تحط علامة استفهام. واضح واضح. السؤال الثاني لما يقول لك اسأل شلون تسأل؟ there is an escalator in the mall question. يقول لك لو يقول لك question لو يقول لك make question ماكو مشكلة، نفس الاثنيناتهن نفس الشيء. اوكي شو سويته؟ ايضا تقدم الفعل المساعد اللي هو is او are او قلت لك am was where بالباقيات، يعني will الافعال المساعدة. اكو محاضرة طبعا عن الافعال موجودة عندي، قدمها بالبداية. شو قدمها؟ is there an escalator in the mall زائد علامة الاستفهام. واضح واضح. نوعية من السؤال تجينا على شكل فراغات واختار. Are there frog sweet shops near your house؟ علامة استفهام. منطين الصم و a lot of و any كلهم ذني رهمن، لكن اللي ترهم ويا السؤال ويا النفي هي any. اكتب عليها ملاحظات. طبعا عدنا الاخبار عن الوقت. هنالك ثلاثة طرق للأخبار عن الوقت في ثلاثة أزمنة مختلفة. الطريقة الأولى اللي هي التز زائد ساعات زائد دقائق، وهو هذا الغالبا يأتي بمن في الوزاري. مثلا ساعة ب 12 وربع تل تايم. التز لازم أنت تعرف الأرقام كتابة. التز 12:15 مو صعبة أبد. وعندما يكون لاحظ هنا مهمة جدا ودائما الوزاري يخليها للطالب والطالب يقع فيها. الوقت أكبر من 12 نطرح منه 12 لنعرف الوقت الحقيقي. يعني هسه راح نجيها.
يقول الساعة ب 15 و10 دقائق تل تايم، دائما اللي على يسار هاي ساعات واللي على اليمين هاي دقائق. زين انا شلون اخبرها؟ وينك ساعة 15 دقيقة 15 ساعة؟ وينك ساعة مثلا 17 يعطيني اياها، او يعطيني اياها 20، او يعطيني اياها 13؟ وينك ساعة هيك؟ اذا شو اسوي لها على ما اطلع الوقت الحقيقي؟ لان هي الساعة وصولها حدها لل 12، قلت لك اذا اكثر من 12 شو نسوي؟ نطرح من عندها 12. يعني شو اقول؟ اقول 15 ناقص 12 يساوي لي 100 ساعة، ساعة بثلاثة. اكتب it is 310. اوكي؟ ال 10 منين جبتها؟ الدقائق اللي هو معطيني اياها هاي 10 ما انساها. اوكي؟ الطريقة الثانية، لاحظ هنا أنا، وفيها نقدم الدقائق على الساعات ونستخدم to، لاحظ، بدلا من past من 31 إلى 59 دقيقة. أوكي، إذا كانت الدقائق من 31 إلى 59 أستخدم to بدلا من past، مثلا الساعة ب 49. شو أقول؟ It is quarter to 10. شنو quarter؟ هسه نجي هنا. زين، من الساعة 2:50 دقيقة It is 10 to 3. هسه لا تدوخون نفسكم بهن ذني، هاي الساعات غالبا تجينا على هاي الطريقة تحل. اوكي، الطريقة الأولى اللي قلت لك بيها هي دائما تجينا، لاحظ هنا أنا، استخدام كوارتر وهاف. كوارتر معناها ربع ساعة، وهاف معناها نصف، وتو معناها إلا وليس إلا، إلا، وباست معناها و. الطريقة الثانية وهي جدا مهمة، نستخدمها عندما يكون الوقت تماما. شنو تماما؟ يعني ضبط ما بي زيادة ونقيصة، جدا مهمة ودائما تتكرر بالوزارة هاي. نستخدم كلمة كلوك، لو ما استخدمتها ينطيك نص درجة. مثلا ساعة بالعشرة ضبط، شوف ساعة بالعشرة شو تقول له؟ اتز مهمة، اتز اي مهمة، 10 أكلوك، لاحظ، لأن ضبط كتبنا 10 بعدها أكلوك، واضح واضح. عندنا هاي أسئلة عنها، ال 15 و10 till the time it is 3:10 لأن نقصت منعتها، ساعة بال 15 و5 دقائق till the time، هو يقول لي till the time أخبر الوقت ما محددني، it is 3:05 لاحظ، ساعة ب 13 و10 نقص منعتها 12 شو تعطيني؟ it is 1:10. الساعة بال 13 و15 دقيقة till the time it is 1:15. الساعة بال 16 و5 دقائق till the time انقص منعتها 12 بقت 4، اقول له it is 4 والدقائق 5 اقول له 5. واضح. الموضوع اللي بعدها اضافة ال ing، شوف مواضيع بالتسلسل كلهن درجات، لا تقول لي استاذ تركنا وخذنا المهم. اضافة ال ing عند اضافة ليش راح ناخذها؟ لان راح ناخذ المستمر، سواء المضارع المستمر او الماضي المستمر، جدا مهم عندنا، مره واحده راح اكررها لك. واضافه الاي ان جي ايضا تجينا بالسبيل، تعرفون شنو السبيل؟ بال يعني الاملاء، سؤال الاملاء. عند اضافه اي ان جي الى الفعل، اولا اذا انتهى الفعل بحرف اي صامت يحذف الحرف ونضيف اي ان جي، مثل جيف نحذف الاي ونحط لها اي ان جي، جيفنج، هايد هايدنج، واضح. اما اذا حرفين اي لازم حرف واحد، مثلا كلمة سي ذكرونها حرفين ما نحذف، اوكي، فقط اذا كان حرف اي واحد. اثنين، الفعل اذا انتهى بحرف صحيح واحد وقبله حرف علة واحد، احفظ لحروف العلة على ما اقول لك الباقيات كلها حروف صحيحة. الحروف العلة اللي هي اي و اي و اي و او و يو، هذني كلهن حروف علة. اما الحروف الصحيحه الباقيات اذا انت بحرف صحيح واحد وقبل حرف الا واحد، واحد وليس اثنين، نضاعف الحرف الصحيح اللي بقى الاخير يعني ونضيف اي ان جي، مثل رن، لاحظ منتهي بان حرف صحيح واحد واليو حرف الا واحد، نضاعف الان ونضيف اي ان جي، ما ضاعفت ما ينطيك درجه. ست، سيتنج. ثلاثه، الحرف واي لا يقلب يبقى كما هو ونضيف اي ان جي، مثل بلاي بلاينج، براي براينج، لاحظ منتهب قبل شني حرف علة وهو منتهب واي يبقى نفسي تمام ضاعف. الحالة الرابعة مهمة، حالات شاذة تحفظ، تاي منتهب اي
ما نحذفها ونضيف ing. لا، التايل اذا انتهت الكلمه ب اي نحول الاي اي الى واي، او نحذف ونضيف واي ونضيف ing. وضحت؟ وضحت. لاي لاينج، لاي داينج. صيغه السؤال شلون تجيني استاذ بالسؤال؟ وحده من عتن، اما تجيني دو دوينج صارت، يقول لك دو صارت دوينج، هيت شو تصير؟ هيتنج. لازم تضاعف انت، مو فقط تضيف ing. يعني ملاحظه، زمن المضارع المستمر زمن الماضي البسيط، يجب عليك ان تعرف كيفيه اضافه الing الى الفعل لكي يسهل فهمهم. راح نبدا بسم الله بزمن المضارع المستمر، وجدا مهم. Present continuous tense، زمن المضارع المستمر، نستخدم هذا الزمن للتعبير عن حدث يحصل الان. الظروف التي تاتي مع هذا الزمن جدا مهمه، تحفظهن ورقه وقلم. At the present، في اللحظه. Look، انظر. Listen، لان كلهن ظروف من تلقاهن بالجمله. شو تقول؟ قول هذا زمن مضارع مستمر، يريد من عندي هسه شيء، يريد من عندك. اقول لك today now at this moment. Hurry up، be quiet. لاحظ، طبعا احنا كلهم نعرفهم ذني، بس راح ناخذ الجمل. الاي تاتي معاها الام، اذا اجت معاها الام لازم الفعل اللي بعده شني؟ اي ان جي. مثل اي ام بلينج فوتوبول، اي ام ستدينج كيمستري. واضح؟ مثلا هي وشي وات، ياتي بعدهن از. لاحظ، انا اريدك تركز على هاي، زائد فعل بي اي ان جي. مثل هي از بلينج تنس ناو. هاي دلالة من ذن الدلالات، شوفها. تمام. سارة is watching TV. They, we, you are زائد فعل B-I-N-G. مثل they are having lunch. We are swimming. هاي في حالة المثبت، شفتهن؟ أما في حالة النفي يقول لك نيجاتيف، هاي كلمة نيجاتيف يقول لك إياها. أنت شو تسوي؟ هنا تجيني تحط بعد الام والاز والار، شو تخلي؟ تخلي نوت. يحتاج اقراهم ذني؟ ما يحتاج. نروح للاسئله الوزاريه اللي عليها، نجي او نروح لحاله السؤال. حاله السؤال قال لك ميك كويستشن، انت شو تسوي بهاي الحاله؟ بس تقدم الفعل المساعد اللي هو الام او الاز او الار، تقدمه بالبدايه وتحط علامه استفهام بالنهاية. يحتاج نقراهن؟ ما يحتاج، مع مراعاة الحرف الأول المن للفعل المساعد. تعالوا يا هسه لو تجر ترجع هنا بالحالة الأولى، تلقى الأزوين بعد الفاعل اللي هو هي وشي وإت. واضح؟ واضح. نجي للأسئلة الوزارية، شلون تجيني بالوزارة أستاذ؟ احنا نريد نعرفها. أسئلة وزارية مع الحل. بي كوايت، منطيني بي كوايت وحاط التراي بين قوسين تو دو ماي هوم ورك كوركت، يقول لي صحح. انا شلون اصحح؟ شعرف؟ ها، ذكرت، بي كوايت هي وحده من علامات او من دلالات زمن المضارع المستمر، فلذلك يحتاج لي از زائد الفعل هذا، احط له اي ان جي. مثلا بي كوايت از تراينج تو دو ماي هوم ورك. واضح؟ زين. رايت ناو، رايت ناو، ها ذكرت، عند ناو يعني معناه هذا يحكي بزمن المضارع المستمر. اقول له ان ستوري، هم قال لي كوركت، هم اقول له رايت ناو علي از رايتنج ان ستوري. اوكي، واضح؟ واضح. علي ووك ذا دوغ ات ذس مومنت. ات ذس مومنت هم علامه من علامات زمن المضارع المستمر، حاط له بس نوت. يعني شني معناها؟ نيجاتيف. يعني شنو نيجاتيف؟ معناها انفي الجمله. شلون انفيها؟ ارجع، زمن المضارع شو يحتاج؟ يحتاج فعل مساعد اللي هو از او ار حسب الفاعل، فانا عندي مفرد اختار له از، واحط بعده النوت اللي قلت لكم بيها، او بعدين احط الفعل بي اي ان جي. واضح؟ واضح. ليش خليتها هاي؟ لان عندي ذس مومنت علامه تدل على زمن المضارع المستمر. وضحت؟ لوك، لوك معناها زمن مضارع مستمر، هاي اول وحده. علي توك تو هيز فاذر، كوركت. ايضا ما زال انا عندي لوك، احط بعد الفاعل فعل مساعد اللي هو از، واقول له توكينج تو هيز فاذر. وضحت؟
اسئله وزاريه تمرن عليها اللي قلت لكم عليها اسئله انا حلها واسئله انتم تحلوها، ذن الاسئله اللي تحلوها انتم. واضح؟ عندنا الموضوع الثاني وهو الباست كونتينوس الماضي المستمر. بسيط، نفسيته هو الماضي، نفسيته المضارع المستمر، يعني نفس الخطوات مالته لكن عنده فرق بيه شويه، شيء قليل وليس هو اي. اي هي شي ات ووز، لاحظ اي اللي هو انا والهي والشي والات في الماضي المستمر ياخذن ووز زائد فعل بي ان جي، تمام. والذي والوي واليو ياخذن وير، وير للجمع لاحظ، زائد فعل بي اي ان جي. هسه بالافيرماتيف يعني بالمثبت، I was going to the theater last week. لاحظ لي الدلالات اللي راح اقول لك عليهن. last يعني معناها شني؟ معناها دلالة على زمن الماضي المستمر. يلا example ثاني، I هاي منطيني شلون بالوزاري يجيني. I حاط لي بين قوسين talk to my friend past continuous. هو قايل لي past continuous يعني يقول لي حول لي اياها past continuous. شلون احولها؟ الاي ايش تاخذ؟ انا قريت كلمه past و continuous او continuous، شنو ايش تاخذ؟ تاخذ was. ايش تاخذ؟ تاخذ was. والفعل هذا شو حط له؟ حط له اي ان جي لان اخذت was، حالها حال الاز والام والار. ها سات، شكرا جزيلا، فهمتها كلش زين. they play football ايضا past continuous. they were، ليش were؟ لان استاد they ياخذن were وليس ياخذن was. بعدها خلي للفعل ing مع مراعاة اشوف الفعل يحتاج اضاعف، اضاعف الحرف ما يحتاج اضاعف، ما يحتاج احذف الاي، احذف الاي كلهن اللي طيتناها بالاضافات مال ing اسوين هنا أنا. تمام. اما في حالة السؤال والنفي هي كالآتي، تحط نوت بعد شنو؟ بعد الوز أو الوير. واضح؟ واضح. في حالة النفي ناخذ سؤال واحد عليه، he wasn't going to the theater last week. في حالة السؤال مجرد تقدم الوز أو الوير في البداية. لاحظ هذا السؤال، were you going to the theater last week؟ لاحظ شلون قدمته؟ واضح واضح. الأسئلة الوزارية اللي راح تجينا علي، example علي was playing tennis، يقول لي negative. شنو يعني negative؟ استاذ نعرفها معناها انفي. يلا انفيها يا سبع. استاذ نضع فقط، انت قلت ان نضع نوت خلف الفعل المساعد was where is am are، اضع بعده نوت. شو ما هي النوت؟ هاي هاي النوت لكن مختصرة، بعدين راح اعلمكم عليه. وضحت. نجي للبعده، البعده giving reasons. giving reasons اعطاء سبب. شلون تعطي سبب؟ القاعده الاولى اللي هي so you can او can't حسب نوعيه الجمله، لازم تعتمد على المعنى. اوكي. والجمله الثانيه يعني so you will او will not. لاحظ لي اما يجيني will او will not او يجيني can او can't، غالبا يجيني can. مثلا cars have CD player، السيارات بها CD player. ليش؟ ومحاط لي بين قوسين listen to music. listen to music يعني شني؟ وقايل لي give reason using so. والله صارت طويلة استاذ، شنو هاي؟ كل اللي نسوي هنا اي سوي هنا انت يا سبع. الجملة الاولى تنزلها نفسيتها، السو ايش تاخذ؟ استاذ خلنا نشوف الجملة شنو معناها؟ معناها فائدة زي، يعني فائدة إلية. إذا بها فائدة إلية أقول لك كان، إذا ما بها فائدة إلية أقول لك كانت زي، يعني إذا بها مضرة أقول لك كانت. شو أقول لها هسه؟ so you can، هاي لازم أنت حافظها. so you can وأجيب ما بين القوسين listen to music. هاي هي أستاذ؟ أي هاي هي أستاذ. القاعدة الثانية، الجملة الأولى to help you زائد فعل مجرد زائد تكملة. شنو هاي؟ cars have disc brakes. لاحظ cars have disc brakes. stop quickly. stop quickly. use to. هناك ايش قال لي؟ قايل لي so. اذا قال لي to بسيطه،
احفظ هذه الموجوده تو هيلب يو. يلا شو تعال يا سبع، نزل الجمله الاولى نزلتها، اخلي بعد الجمله الاولى تو هيلب يو اللي انت حافظها، سال هاي اعرف لها حطيتها بعد، جيب ما بين القوسين خليه بعدها. هاي هسه حصلت الدرجه؟ اي حصلت يا سبع. او تجينا على شكل فراغات، مثلا there are disc brakes in every car because so to. ايش منطيني؟ help. انا ما تفوتني هاي السالفه، ايش عندي؟ او ما تعبر قلت اللي يقولون علي، عندي help تجي بعدها قبلها to، لان اخذتها بالقاعده تقول to زائد help. لو قايل لي كان اول شو اختار؟ اختار سو. سو واضحه؟ واضحه. زين نجي cars have air conditioning. فراغ help you keep cool. ايضا لقيت help بعد الفراغ اختار لها تو. وضحت. حل تمرين، طبعا حل التمرين راح بس مجرد نمر بصفحه. حل تمرين صفحه 10، هذا كله انتم تحلونه، يعني هو محلول قدامك بس اطلع عليه شوفه. يلا البعده استخدام really and quite. استخدام الكلمتان قبل الصفات. كوايت بالكاد معناها بالكاد، ريلي معناها حقا. نستخدم كلمة كوايت قبل الصفة لجعلها أقل قوة وتأثيرا. مثلا the film was good، الفيلم كان جيد. شو استخدم؟ أقول لك كوايت لو ريلي. هاي طبعا تعتمد غالبيتها تعتمد على المعنى، وإلا أكو شغلتين بس. the film was quite good، تمام كعادة يعني جيد او قليلا جيد يعني هيش. نستخدم كلمة really قبل الصفة لجعلها اكثر قوة وتأثيرا. the film was good، the film was really good. انت حسب اللي موجود. زين يم تستخدم quite ويم تستخدم really؟ اذا وجدنا احدى الاداتين اللي هي اي ان بعد الفراغ، اي ان بعد الفراغ، شوف شو نستخدم؟ نستخدم quite بعد الفراغ. اما اذا وجدنا الكلمة مثلا، هسه ناخذ هذا المثال it was quiet. ليش اخذنا quiet؟ لان عندي اي بعد الفراغ. لاحظ تمام. اما والريلي نستخدمها اذا وجدنا الاداتين نفسيتين الاي والاي ان قبل الفراغ وليس بعد الفراغ. مثلا it was a really cheap bike. هاي الاي شوفوها طلابنا صايرة هنا، اي او الاي ان. ايضا عندي تمرين هذا الموضوع اللي هو صفحة 10، ايضا طلع عليه واقراه. تمام نروح للبعدة. طلابنا وقف الفيديو اذا تريد واقرا براحتك. وصف الاشخاص جدا مهم، ماكو اسئلة تخلى من هذه. وصف الاشخاص describing people، نستخدم طريقتين مع الصفة. اولا منطين الجمله يقول لي هي از ليزي، ميك ات مور بولايت. انت تعرف انه ميك ات مور بولايت لازم تحفظ هاي معناها، او صفه بطريقه اكثر ادبا. لا تقول علي هو كسول، لا شلون اوصف لي شويه. شو تقول القاعده؟ القاعده الاولى تقول سبجكت معناها الفاعل اللي هو الهي زائد، طبعا الاز وياها، زائد ابت، ابت معناها قليلا، زائد الصفة. شلون؟ والله على هذا السؤال هي از ابت، لاحظ هي از ابت ليزي. ها هاي الطريقة واحد. طريقة اي، طريقة بي شو تقول؟ تقول الفاعل زائد ازنت زائد فيري زائد صفة معاكسة. يعني شلون؟ هسه لو جينا ترجمنا هاي، هو كسول، من جعلناها اكثر ادبا مور بولايت هي از ابت ليزي، هو قليلا كسول. زين نستحمل عندما نقدر نعطيها بوجهها. الثاني شلون؟ مثلا اجيت هي ازنت فيري كليفر. لاحظ شلون هاي نفسيتها، شوفها الجمله شلون حولتها؟ استخدمت وياها isn't to very زائد صفة معاكسة. يعني شنو صفة معاكسة؟ لازم انا احافظ الصفات. lazy كسول، عكسها clever. شني؟ عكسها clever شاطر. واضح؟ من استخدم الصفة معاكسة استخدمت وياها very
جاء الصفة معاكسة لازم وضحت وأزمت. هو ليس جي يعني كلش شلون نقول كلش نقول عليه هيجي كلافر شاطر أوكي وضحت. نستخدم هذا القانون عندما تكون الصفة سلبية جدا أو عندما يطلب منا أو يجبرنا في السؤال استخدام هذا القانون. يعني إذا هاي لازم يجبرنا هو شلون يجبرنا هيجي يجبرك he is lazy يقول لك he isn't. هنا أنا مضطر أجيب لك لفر سوري أجيب له very زائد الصفة معاكسة. مثلا عكس صفة lazy أقول لك لفر، عكس صفة مثلا bad good. هسه راح نجي الصفات السلبية والإيجابية. he isn't very clever هاي اضطريت لأن هو جبرني he isn't. هيك استاذ اي هاي حالة أولى. الحالة الثانية هسه جاية. الصفات السلبية دائما احفظ ذني دائما يتكررن. bad عكسها good، stupid عكسها smart يعني غبي عكسها ذكي smart، boring ممل عكس boring طبعا interesting، عكس ugly beautiful ugly قبيح beautiful جميل. ذني معكساتها مهمات. lazy عكسها clever، short عكسها tall. زين عند الطريقة الثانية اللي هي يقول لك she is bad at physics. لاحظ عندي كلمة at، إذا لقيت بالوصف المؤدب كلمة at تستخدم هاي الجملة كلها. isn't is not very good at، تحفظ هذا كلها. شلون صار احفظ هسه راح اجي. نستخدم طريقتين مع الفعل can't. very well نحطها وين؟ نضيف في نهاية الجملة مثلا very well إذا عندي can't. لاحظنا هنا he can't play football make it more polite. منطيني can't، لاحظ منطيني can't. إذا لقيت can't موجودة أخلي بالأخير أما أقول له very well بالأخير نفسية الجملة ننزلها وأخلي له very well إذا لقيت can't. أما الجملة الثانية شو تسوي؟ قلت لك تجيب هاي العبارة كلها تنزل فاعل زائد فعل مساعد زائد not زائد very good at. وين هالعبارة؟ هاي كل هالعبارة isn't very good at. اوكي وضحت اعتقد هسه هاي ما بيها شيء صعب ما بيها. يلا عندي جمل اسئلة وزارية ايضا عندي حلهن عليك. هاي she is stupid she isn't very smart مثلا he can't run he can't run very well. لاحظ حطينا very well لان عندي can't. he can't paint very well لان عندي ايضا can't. she is bad at عندي at لازم اجيب من جيب الخاص is not very good at. هاي عبارة الات وضحت وضحت. he is unfriendly he is a bit unfriendly ما مجبور احط اي شيء فلذلك استخدمت كلمة a bit. she is boring she isn't much fun براحتي عكس كلمة boring اوكي اللي هي fun. زين اسئلة مع الحل شلون تجيني بالوزاري؟ يقول لي he is fat he is فراغ fat make this sentence more polite. لاحظ ما زال كل شو ما عندي لا كانت ولا عندي at فلذلك لا عندي الصفة كل السلبية فلذلك اقول له a bit فقط فقط فقط. she is short she is فراغ short ايضا نفس الحالة يقول لي more polite احط له a bit نفس الحالة a bit نفس الحالة. هاي كلها الموجودات يمك. عندي هنا هذا السؤال مهم she is bad at لاحظ at اذا عندي at شو اقول is not very good و at وياهن is not very good و at وياهن. وضحت وضحت. make the sentence more polite she is وحاط لي at لازم شو اجيب له not very good وبعدين الفوليبل. وضحت وضحت. هيك تجي نوعية الأسئلة أيضا على الات أوكي هذا اللي قدامك اقراها. احنا على مود الوقت شوي يعني نسرع. ترتيب الصفات مهم جدا. ترتيب الصفات أولا الصفات شلون تجيني؟ opinion الرأي. أنت بعد ما راح تحفظ أو حافظ الصفات راح تعرف شلون تصفطن. opinion
الرأي يعني صفة عامة بين قوسين، أقلي قبيح، بيوتفول مثلا نايس يعني جميل، هيك لطيف، صفة عامة. زائد بعده هاي المهم، حجم بيج تول، بعده عمر اولد يانج، بعده شكل، شكل الشيء مثلا كيرلي مجعد دائما تجينا، سترايت يعني مستقيم ويا الشعر، كلر لون بلاك اسود بلو غيرهم ذني طبعا موجود غير هاي الصفات، اوريجن الاصل عراقي انجلش زين، ماتيريال الماده منين مصنوع، بلاستيك جولدن من البلاستيك من الجولدن ذهب. سؤال هنا ملاحظة، يأتي السؤال في الوزاري على طريقتين، أما رتب أو اختر الإجابة الصحيحة، لاحظ أما رتب أو اختر الإجابة الصحيحة، مثلا علي هاز فرا أ فرا كار، ري يقول لك ري أرانج، احفظها هاي الكلمة بعد ما أعيدها، ري أرانج معناها رتب، منطيق صفة all beautiful red، شلون اجي اصفطها صح محلولات قدامي، الصفة العامة يا هي اللي هي beautiful اللي opinion الرأي زين، بعد هالشي يجي الحجم عندي لا، عمر عندي اي عندي عمر، وين old قديم معناها زين او كبير بالعمر، بعدها شكل عندي لا، لون عندي اي ساد red احمر، نزلها نفسيتها، فلذلك تصير علي هاز بيوتيفول اولد ريد كار. وضحت. ندى باوت افراغ، هنا أنا ما جايني، جايني على شكل اختيارات، فاختار هذا ان ثلاث اختيارات اختارت صحيحه، فاختارت يا هي اللي بيها صفه عامه زائد لون زائد الاصل فرنش، فرنش يعني فرنسيه، الثانيه تجينا على شكل قلت لك صفط يعني اعد ترتيب الصفات، she has فراغ rearrange معناها اعد ترتيب the adjectives الصفات، عند بلاك وعند بيوتيفول يا هلا خليها قبل منه، عندي بس اثنين طبعا البيوتيفول لان صفه عامه بعدها اللون البلاك، وضحت وضحت، ايضا هنا rearrange the adjectives منطين الادجكتيف ذني، مو شرط اللي يخليها يعني بعد هاي لا يجوز يخليها هنا أنا. فايضا جيت ارتب هاي شو اسمه نايس صفة عامة، سترايت شكل، بلاك لون، لاحظ الشكل يأتي بعد اللون، احفظهن بهذا الشيء. وصلنا وياكم طلابنا الأعزاء إلى قطع الكتاب وقصص الكتاب الموجودات عندنا، عندنا أولا سيارة هذا العام Car of the Year، الأسئلة الموجودة عليها حافظ أنت أسئلة غيرهن أهلا وسهلا، ما حافظ أسئلة غيرهن هاي أسئلة مهمة، how many seats are there in the Panther 3، لاحظ لهنا دوت زيرو تي، كم عدد المقاعد في سيارة النمر، هو قايل لي how many كم عدد seats معناها مقاعد، are there in the Panther احفظها حفظ، شو تقول له اما تكتب له 8 seats 8 مقاعد او تكتب رقم ماكو مشكلة ما حددك هو. What is the name of the car of the year؟ شن هو اسم او ما هو اسم سيارة هذا العام؟ شو اسمها؟ من تلقى name اسم معناها of car of the year تقول له the Panther 30D. واضح؟ واضح. سؤال ثلاثة. Does the Panther look very expensive or quite cheap، منطين اختيارات انا هنا، هل سيارة النمر غالية ام رخيصة؟ استاذ شو انت بس مخلي احمر عليها، معناها شوف من ينطيك سؤال وبي كلمة اور يعني يقول لك اختار لي اما بعد الاور او قبل الاور، هل هي جدا غالية ام رخيصة بعض الشيء، شو تقول انت quite cheap، وضحت وضحت. سؤال اربعة، Does the Panther look very expensive؟ ها قلناها. سؤال خمسة، What are the safety features in the Panther؟ ما هي مميزات السلامة في سيارة النمر؟ شن هن؟ يعني شن صفاتها؟ Airbags for the driver and passengers، وسائد هوائية للسائق والركاب. وضحت؟ وضحت.
سؤال خمسة يقول What are the standard features in the Panther؟ ما هي المواصفات الموجودة في سيارة النمر؟ لاحظ هنا سافتي ما هي مميزات السلامة؟ سافتي يعني الأمن، الأمان. شنهن الموجودات فيها مميزاتها للأمان؟ قلناها اير باكس. استاذ ما اقدر اكتب هاي اير باكس وكذا وهاي، بس اقدر اكتب اير باكس. اكتبها، شو تسوي لك الان؟ اما اذا قال لي ار ذا ستاندرد فيتشرز ان ذا بانثر، شنهن؟ ما هي مواصفات الموجوده في سياره النمر؟ شو تقول له؟ جي بي اس، سي دي بلاير، ان تندن، ويندوز، نظام تعقب ومشغل اسطوانات ونوافذ مظلله. زين، The Panther has warranty for، سيارة البانثر بيها يعني أمان أو ضمان لفراغ years. كم سنة؟ 3 4 5 4. خاف تجيك مو كتابة، تجيك أرقام، اختار رقم 4. There is lots of space inside the Panther 30D. يقول لي هنالك يعني فضاء فارغ في يعني واسع، نقول من داخل. inside space inside the Panther. True or false؟ True، صح. 8. Children، الأطفال are interested in the Panther 30D and they sit in the back. الأطفال يستمتعون في سيارة يعني في ركوب هاي السيارة. sit in the back، ويجلسون في الخلف. and try the electric، ويعني يشغلون بالالكتريك سيتس يعني المقاعد الالكترونية. and windows يعني يرفعون بهن وينزلون بهن. true or false؟ true. ستخلي طفل بسيارة حديثة هم يسوي هيك. some young men، بعض الرجال او الشباب are more interested in the engine. بعض الشباب هم مستمتعين في منظر انجين المحرك. لاحظ، فانت من تلقى كلمة انجين، لاحظ انجين المحرك of the Panther 30D، شو تقول؟ تقول ترو. تلقى بعض الشباب تقول، وتلقى كلمة انترستد، مستمتعين، مو تجيك بورنج، دير بالك، ركز. 10. Why is the Panther a really safe car؟ لماذا سيارة البانثر حقا سيارة آمنة؟ ليش؟ because it contains many safety features like the airbags. لأنها because it عليها contains، تحتوي على عدة يعني هنا تجيني مميزات السلامة، safety features، مميزات السلامة. لايك معناها ك، the airbags، الوسائد الهوائية. ها شايفها؟ احنا نقول الايرباك اللي طيق عليه الايرباك، خاف ما تعرفونها. نرجع للقصة الثانية. قصة شنو؟ the lucky customer. لاحظ لي احنا the lucky customer معناها الزبون المحظوظ. the lucky customer، الزبون المحظوظ. رقم 50 راح نتكلم عنه. شو اسمه؟ اسمه كريم. نجي الأسئلة المهمة عليه. Why had كريم؟ لماذا كريم been saving up money؟ لماذا كريم saving up money؟ معناها ادخر الأموال. احفظ، اكتب. شو يسوي بهن؟ شو تقول؟ تقول to buy النواب's new book. ليشتري كتاب النواب الجديد. اوكي، تو باي النوابز نيو بوك، هذا يحب القراءه. كريم هاز بن سيفنج اب، او تجي نوعيه السؤال الثانيه على شكل فراغ، نفسيتها بس على شكل فراغ. كريم هاز بن سيفنج اب تو، كريم ادخر لفراغ. شو يسوي؟ باي النوابز نيو بوك. كل الحالتين انا اخلي له هذه. واضح؟ تجينا هذا السؤال بسيط، سؤال ثلاثة. How many times، كم عدد المرات، ها
هاو ماني تايمز، مو تقول كم عدد الوقت. كريم هاد ريد النواب's poems، كم عدد المرات التي قرأها قرأ القصائد كريم؟ كم مرة؟ توايس. ساد شنو معنى توايس؟ معناها مرتين. ساد يصير أقول اثنين رقم اثنين؟ لا، اكتب توايس لأن سألك بهو ماني تايمز، لازم تكتب توايس، ما يصير تكتب اثنين. هاو ديد كريم فايند، كيف وجد كريم؟ فايند وجد النواب's poems، قصائد النواب. after he had read them، كيف وجدهم بعدما قرأهم كريم؟ شلون وجدهم؟ شو تقول له؟ تقول له very interesting، يعني شنو؟ جدا ممتعات. واضح واضح. كريم had read النواب's poems and found them فراغ. يجينا على شكل فراغ نفس السؤال. كريم قرأ قصائد النواب ووجدهم، شو وجدهم؟ very interesting، جدا ممتعات. اوكي، كريم had read النواب's poems and found them very boring. شوف السؤال ثلاث مرات كررت لك اياه، كل صيغه يجيب الكابل وزاري جبت لك اياه. boring معطينها ممل، وجدهم مملات. true لو false، true معناها صح، false معناها خطا، فاختار false لان وجدهم interesting، انا قريتها interesting ممتعات، هنا انا boring ممل. احفظ كريم هاد ريد النواب's poems، كريم قرأ قصائد النواب. once مرة معناها twice مرتين، ايش تختار؟ and found them very interesting، ووجدهم شني؟ ممتعات لو مملات؟ تقول مرتين ووجدهم interesting ممتعات. شوف نوعية الثالثة بالسؤال شلون تجيني. سؤال اللي بعده ثمانية، what was كريم's dream، ماذا كان حلم كريم؟ مهم جدا هذا السؤال. اي مهم. to be a famous poet، ليكون شاعرا مشهور. كريم's dream was to be a famous doctor، يريد يعني يشوف نفاهم لو ما فاهم، يقول لي كريم حلمه ان يصبح دكتور، صح لو خطأ؟ true صح، false خطأ، خطأ، هو يريد يكون poet شاعر. واضح. كريم's dream was to read النواب's poems at least twice، حلم كريم ان يقرأ قصائد النواب مرتين، صح لو خطأ؟ ما اوكي هيش حكي، false. زين، كريم was the lucky customer who won the big prize. big prize معناها الجائزة الكبيرة. كريم هو كان الزبون المحظوظ الذي هو الذي won ربح في الماضي، win في المضارع. the big prize صح لو خطأ؟ true. زين، what was there for the customer number 50، ماذا كان للرقم 50، للزبون رقم 50 شن هي؟ a big prize، لاحظ a big prize وضحت. there is a big prize for customer، نوعية السؤال نفسيته، لكن تغيرون السؤال راحتهم هم الوزارة احنا شالينا. شقل كانت هنالك هدية كبيرة للزبون فراغ. يا زبون تكتب بس 50 صح، نمبر 50 صح. وضحت وضحت. سؤال 14، what was كريم's big prize، ماذا كانت هدية كريم الكبيرة؟ مو تروح تكتب له نمبر 50، لا خطأ، ركز. هناك واحد هنا واحد، to meet النواب، ليلتقي النواب، كانت هدية كبيرة ان يلتقي النواب. شيلوا له شديته. describe كريم's character، أوصف شخصية كريم، مهم جدا. quite هادئ، hard working مجد في عمله، and imaginative وخيالي. أحفظهم ثلاث صفات. ساد إجن بالدور الأول يجنك، ما في مشكلة. was كريم the first to buy the latest book،
هل كان كريم هو الأول الذي اشترى آخر كتاب؟ No, he wasn't. لأنه كان رقم 50، ما نعرف الجزء 51 أو 52. زين. What is the name of the new book كريم wants to buy؟ ما اسم الكتاب الذي أراد كريم أن يشتريه؟ شو اسمه؟ Islands of Salt. جزر الملح. ليه هنا؟ واضحة الوحدة الأولى طلابنا الأعزاء، كلش واضحة. أتمنى من الله سبحانه وتعالى توفقنا بإيصال المعلومة لكم وطلابنا الأعزاء. أنت قارئ على أستاذ وفاهم عليه وتقدر تنجح، ابقى على الأستاذ اللي قريت عليه، كلهم كفوا منهم. أنت قارئ على المحاضرات السابقة الموجودة بالقناة، ابقى عليهن وماكو مشكلة. أما هاي مراجعة لك، وأضمن لك بها إن شاء الله النجاح والتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وتمنياتي لكم بالنجاح الدائم. ما مطلوب من أنتم طلاب من الأعزاء، فقط الدعاء لنا ولهنا. ولا تنسى مشاركة المحاضرات مع زملائك ليستفادوا أكثر عدد من طلاب الدور الثاني، وأيضا لك فيها أجر أنه تشاركهم معلومات علمية أفضل من غيرها. يلا طلابنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.